اهلا وسهلا بارقى المتتبعين، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. واحد المنشور درتو تكلمت فيه على ان الرجل الصحراوي رمز للرجوله، وكاينين شي ناس اللي قالوا لي علاش انت ديما تقولي هذا الكلام هذا، واش الناس الاخرين ماشي رجال؟ لا، هو قاعده ديال الرجوله كتقول لك كل واحد كيعرف راسو، يعني انت عارف راسك واش راجل ولا باقي طفل ولا باقي ساذج ولا باقي ما شربش عقلك. هو هذاك المنشور عنده قصة، وأي كلمة تنقولها في المنشور ديالي واخا نكون تندير الفكاهة، أي كلمة عندي أنا عندها معنى كبير. المعنى ديال ذاك المنشور هو أنه والبارح اليوم 22/21 في الشهر، واحد السيد جا تيدق بالجهد في الباب ديال الدار الكبيرة، أوكي، من تحت الباب ديال الحديد مع جوج ونص ديال الليل، باق 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 بالجهد بالجهد، ميمكنش تخيلو، يعني لك فريمون كتنوض مخلوع. قلت شكون؟ قال لي واحد السيده مريضه. قلت له عيط للبوليس وديك الساعه ندوز لك الا كانت السيده مريضه. علاش ما ديتهاش للسبيطار؟ قال لي ما كاين حتى شي واحد في السبيطار، وهادشي ماشي بصح، ما كاين حتى شي سبيطار في المغرب ما فيه حتى شي واحد. قلت له عيط للبوليس، كيغوت يقول حلي. عيط لواحد الناس، لان هنا في الصحراء عندنا بحال اللي قلتي عندنا الاحترام بزاف في الصحراء، المناطق الصحراويه فيها الاحترام بزاف. عيط لواحد الناس صحراويين الله يجازيهم بخير، عائله كبيره، اوكي، جاو وانا معاهم في التليفون، يعني التليفون ما تقطعش داكو. منين جاو وقفوا قال له شنو كاين؟ قال لي بلاتي راه تقدر تكون فعلا عنده شي واحد مريض وغير مخلوع، داكشي علاش كيدق بالجهد. قلت لهم مرحبا، الا كانت شي عنده شي وحده مريضه نمشي معاهم ندوز ليهم كاع، ولكن انت تكونوا نتوما. شوف سبحان الله العظيم، كل شيء نيتو مزيانه. دونك مني جاو هذوك الناس قالوا السلام عليكم واش عندك شي حاجه، سمعت انا من الداخل كيخسر الهضره، قال واحد الكلمه ما كاينلاش نقولها لكم. المهم ومشى، ما بقاتش مرته مريضه وما معها حتى واحد يتكلموا معايا في التليفون، ما معها حتى واحد. داكا دونك هادو واحد الالعاب سحريه انا غنشرح لكم دابا. من نهار تحولت من العياده ديالي كنت في شارع محمد الخامس وطلعت لشارع حسن الثاني، وقع عقلا واحد السيد قال لي واحد الكلمه وما تنساتش ليا. قال لي غيوليو يجيو عندك العيالات كاملين يدوزوا عندك. لا علاقه كلمه، لا علاقه مع الدنيا مع الواقع مع الايمان بالقدر مع حتى شي حاجه. من نهار تحولت لهاد العياده الجديده اللي كاينه في شارع الحسن الثاني، جميع المصائب كاينه. اول حاجه الباب ديال الدار ديالي ما عنديش، يعني ما عنديش، يعني استغلال الملك العام، والو ما كاينش. الناس كيدوزو كيقولوا لي شفنا البلاكه ولكن ما عرفناش منين طلعوا. المهم استغلال الملك العام هذا موضوع في العالم في المغرب كامل. ثاني حاجه واحد السيده صيفطوها لي من اكادير، جات نفس القضيه، هما تيخدموا غير بالليل، داكشي علاش انا ما حليتش الباب. انا ما عنديش انا المشكل كاع نحل الباب واخا يكونوا حتى خمسه حتى ثلاثه، ما عنديش المشكل، ولكن هذا الفيلم نفسه طرا ليا. تخيل وحده جات من اكادير وبتهديد صوتي بابل هاتفي، والبوليس عنده لي سيد ديال هذيك السيده انك تهدد بغاتيل. هادشي كله ما ديريش توعيه ديال على البيدوفيليا، يعني ما تحميش الطفل المغربي، ما تدويش على البيدوفيليا. من بعد شنو هجمت عليا ديك السيده في الليل، مشات وليت انا اللي هجم عليها، داكشي تقلب داكشي ولا ضدي انا. داكو في حاجه اخرى، واحد الصفحه هذه 3 سنين وانا دايره لها شكايه النيابه العامه وكل شيء ورئاسه النيابه العامه كاع والمحاضر في الشرطه القضائيه، الصفحه باغا خدامه تتربح الملاير، وهاد الصفحه ما عارفينش حنا كاع واش ديال الارهاب ولا ديال، لان ما تطلبش هي الفلوس نيشان، كتطلب تعبئه ومبالغ كبيره. المريض كيديروا تصويره ديال شي دواء، انا ما عارفاش هذاك الدواء، و تيقولوا للناس راه غنعطيكم هذاك الدواء بسميتي، يعني الحقره الظلم الجريمه القباحه في الجريمه البساله التمرد، يعني انسان ما تيخافش. ما مفهمش انا حتى هاد النوع ديال المجرمين بحال اللي شويه ما تيخافوش، بحال اللي قويين، بحال اللي شي حاجه عاطيهم ثقه في النفس، بحال اللي داكور. الوغ ملي كنت كتوقف مع الجوجونس ولا سمع الربعة الصباح ولا سمع الخمسة ولا سمع الثلاثة، مني تتكون في الصحراء
تتحس بالأمان، لأن الرجل الصحراوي رجل بمعنى الكلمة، داكو، والصحراويين فيهم الرجولة بمعنى الكلمة. أنا ما تنقص من شي واحد، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. داكو، إنسان تيدير معك واحد الجيست زوين ما يمكنش ما ديرش منشور تشكره، أوكي؟ أما راه كل واحد عارف راسه. واحد السيد شمالي قال لي الشماليين ماشي رجال ولا قد، لا خويا لا حاجة. انا كنت مثلا في طنجة ولا في الحسيمة ودير معايا انت واحد الجيست، غنخرج غندير منشور غنقول لهم الرجل الشمالي ولا الرجل الجبلي ولا الرجل الريفي هو اللي كاين، داكو، سي نورمال. لا داكشي مع كل حاجة عندها سبب علاش تقالت. دابا هادي حرب، اوكي، حرب، انسان يجي يهرس عليك الباب دق 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 دق، او كاينه السيبه. انا ما تنحس بالامن بعدا، انا في قلبي ما كنحس بالامن، ولكن بفضل الله وفضل الصحراويين والبيضان كنحس بالامن. وتحيه لرئاسه النيابه العامه حيت هي اللي كتحيد السيبه من البلاد، مرحبا وسهلا، والله ينصر سيدنا والله يطول عمر السي الحموشي حيت هو اللي كيحيد السيبه تا هو من البلاد. مرحبا.